بسم الله. عنوان الدرس إن شاء الله والتدللات الحرة في دارة من إل سي متوالية. تبيان الدارة هي كالتالي: ففي الدارة مكتف مشحون بدئيا، مشحون بدئيا، ثم نغلق الدارة بوضع قاطع التيار إلى الموضع إغلاق، فنحصل على دارة متوالية إر إل سي ذات مقاومة كلية R كبيرة تساوي R زائد R فتحة، هي مقاومة الموصل الأمي، ومقاومة الموصل الأمي قابلة للتغيير. فالمكتف المشحون بدئيا إذن سيفرغ عبر الوشيعة، سيفرغ عبر الوشيعة، وسوف ألاحظ ما يحدث. التركيب الجاذبي هو كالتالي: يتكون تركيب جاذبي من مقاومة قابلة للتغيير، ومن وشيعة مقاومتها اخ صغيرة وذات معامل تحريض قابل للتغيير، ومن مكتف المكتف ذو سعة سي قابلة ايضا للتغيير. ثم نعاين باستعمال قاسم التذبذب، نعاين التوتر بين مربطي المكتف، التوتر بين مربطي المكتف. ثم الشاشة، على الشاشة يظهر تغير توتر السي بدلالة الزمن، فنحصل على المنحنى المبين على الشاشة. إذا نلاحظ هنا أن التوتر إس، القيمة الوسع إس يتناقص تدريجيا مع مرور الزمن، فنقول بأن التذبذبات مخمدة. ثم هناك المدة الزمنية الفاصلة بين القمة والقمة، قمة إس ماكس وإس ماكس الموالي يمثل شبه الدور، يسمى شبه الدور. كيف نحدد قيمة شبه الدور مبيانيا؟ مثلا نلاحظ هنا الحساسية الأفقية، الحساسية الأفقية هي إذن مثبتة على 1 ملي سكوند بار ديفيزيون، 1 ملي سكوند بار ديفيزيون. إذن في الدور القمة الدور، إذن من هذه القمة إلى قمة نلاحظ أنها تحتوي على 3 إلا جزء، يمكن أن نقول 2.75، 2.75 في 1، إذن تعطي هي 2.75 ملي سكوند، هذه قيمة شبه الدور. إذن المنحنى أو الوضعية تسمى تذبذبات حرة مخمدة، مخمدة لأن الوسع يتناقص، تسمى تنعت بحرة لأن الدارة لم تزود بالطاقة غير تلك التي أتى بها المكتف في اللحظة التي تساوي صفر. ماذا يحدث الآن عندما نزيد في مقاومة الدارة؟ نزيد في مقاومة الدارة فنلاحظ التأثير الذي يحدث، نلاحظ أن الوسع السي يزداد تناقصا، يعني أن الخمود يزداد. إذن كل ما ازدادت المقاومة ازداد الخمود، وشبه الدور يبقى ثابت دائما، شبه الدور من القمة إلى قمة، إذن دائما نفسه 2.75. إذن تأثير R عندما نزيد في R أكثر فأكثر، فننتقل من نظام شبه دوري إلى نظام لا دوري. لا دوري ما معنى لا دوري؟ يعني ليس هناك تذبذبات. إذن الدارة RLC يمكن أن تكون في نظام شبه دوري كما سبق في المنحنى السابق، أو نظام لا دوري ليس هناك دور، فهناك تذبذب تناوب بين قيمة موجبة وقيمة سالبة، ولكن ليس هناك إذن تكرار للعملية. ثم نعود إلى الوضعية السابقة، إذن حيث المنحنى شبه دوري، ولندرس تأثير أم المقادير المؤثرة على شبه الدور. نزيد في L،
إذن نزيد في ال ماذا يحدث لشبه الدور؟ نحصل الآن شبه الدور يحتوي على ثلاث مربعات وجزء، يعني أن كلما ازداد ال ازداد شبه الدور. أيضا ندرس تأثير السي تأثير السي على شبه الدور. نزيد في السي فماذا يحدث؟ شبه الدور يحتل 1 2 3 4 5 مربعات، يعني أن شبه الدور يزداد بازدياد السي. إذا نستنتج كلما زاد السي ازداد شبه الدور، كلما ازداد ال ازداد شبه الدور، لكن كلما زادت ار لا تؤثر على شبه الدور لكن تؤثر على الخمود. كلما ازداد ار ازداد الخمود قيمة. نرجع إلى قيمة معينة للسي، والآن ننقص من قيمة R، ننقص من قيمة R ونلاحظ ماذا يحدث عندما ننقص من R. فماذا يحدث؟ المنحنى يؤول إلى وضعية أفضل، إلى وضعية حيث يكون الوسع قريب من أن يكون قار وثابت. الوسع قريب من أن يكون ثابت. وهنا نتنبأ، يمكن التنبؤ لو كانت المقاومة تساوي صفر، وهنا يستحيل إنجاز هذه العملية تجريبيا. تم إزالة المقاومة التي يمكن إزالتها، لكن هناك مقاومة الأسلاك، هناك مقاومة أسلاك الوشيعة للوالد الخاصة الوشيعة لا يمكن إنجازها. إذن فتعتبر الدارة بدون مقاومة، يعني الدارة السي دارة مثالية، يستحيل تطبيقها تجريبيا، لكن يمكن التنبؤ بشكل المنحنى. فكيف سيكون شكل المنحنى في غياب R؟ في غياب R تسمى الدارة مثالية ويكون المنحنى جيبي 100%، جيبي 100% وذو وسع ثابت. ويتميز في هذه الحالة المنحنى بدور يسمى الدور الخاص، نرمز له ب T0، نرمز له ب T0. إذن تسمى الدارة في هذه الحالة دارة مثالية، وتذبذبات تكون حرة وغير مخمدة إذا كانت المقاومة منعدمة. إذن كخلاصة، الدارة RLC يمكن أن تتواجد على ثلاث أنظمة: نظام شبه دوري، نظام لا دوري، ونظام دوري 100%. والمدة من القمة إلى قمة تسمى الدور الخاص، نرمز له ب T0.